السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. طلبت الحكومة الأمم المتحدة بمراجعة أدائها في اليمن، متهمة إياها بتدليل الإنقلابيين الذين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية. وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن كثيرا من أموال الإغاثة ذهبت لغير مستحقها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش الأزمة بين الحكومة والأمم المتحدة في محورين: الأول اعتراضات الشرعية على أداء الأمم المتحدة، والثاني الموقف الأممي الحقوقي والإنساني في اليمن. إذن ما تزال الأزمة بين الشرعية والأمم المتحدة مستمرة بعد صدور تقرير من الأمم المتحدة، والذي قالت الحكومة عنه بأنه يساوي بين الميليشيا والشرعية، ويحتوي على معلومات مبنية على تقارير مضللة، وهو ما دعا الحكومة على لسان وزير حقوق الإنسان إلى مطالبة الأمم المتحدة بإعادة تقييم عمل وكالاتها في اليمن، خصوصا فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها، متهمة تلك الوكالات بتسجيل مقاتلين حوثيين على أنهم ضحايا مدنيين. مشاهدينا، سنذهب سويا لمشاهدة هذا التقرير، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب منذ انقلاب الميليشيا في 21 سبتمبر 2014، تبدو مواقف الأمم المتحدة غير واضحة حيال الوضع الإنساني في البلاد. تقارير كثيرة لمنظمات أممية اتهمت الحكومة إلى جانب الميليشيا بعرقلة العمل الإنساني في البلاد، كان آخرها ما أثره منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي أعرب عن قلقه الشديد من انحسار مساحة العمل الإنساني نتيجة عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين. اتهام الأمم المتحدة للحكومة ومساواتها بالميليشيا جعل الحكومة ترد على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، الذي دعا الأمم المتحدة إلى ضرورة مراجعة أدائها في اليمن، كف عن التدليل المستمر للانقلابيين المتلاعبين بالمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها. وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان. الوزير عسكر شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الأداء يحتاج إلى كثير من التقييم، خاصة لتلك التقارير التي تصدرها وكالات الأمم المتحدة متعلقة برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين. ويرى مراقبون أن الوضع الإنساني في البلاد تفاقم منذ الانقلاب على الدولة، وأن ما يحدث في اليمن سببه رفض الميليشيا تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن، الأمر الذي يؤكد عدم جدية الأمم المتحدة في إنهاء معاناة الشعب اليمني. نستهل النقاش مشاهدينا، وسينضم إلينا من الأردن مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى الضيوف وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. إذن الجدل الأخير الدائر بين الحكومة والأمم المتحدة حول أداء الأخير مع الوضع في اليمن، ما طبيعته؟ أزمة أم سوء فهم؟ هو بدأ كسوء فهم، ولكنه أعتقد أنه تطور وأصبح أزمة بين الحكومة والأمم المتحدة من طرف، وكذلك أيضا بين الأمم المتحدة وكذلك التحالف العربي من طرف آخر، وذلك بسبب أن الأمم المتحدة للأسف الشديد جمعت كل الأطراف في بوتقة واحدة وفي إطار واحد، وتساوي بين الحكومة الشرعية التي يعني تقوم بجهود كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتحاول قدر الإمكان حماية الشعب اليمني و ايضا عدم المساس بالمدنيين، بالتالي نتفاجئ ان الامم المتحده تجمع الجميع وتدعو جميع الاطراف، بل انها جمعت جميع الاطراف وقالت انهم جميعا منتهكين لحقوق الانسان ولحقوق الطفوله، بالتالي الامم المتحده اعتقد انها الان تحاول في هذه المرحله بالذات حشر الجميع في زاويه واحده وهي زاويه حقوق الانسان، مع انه منذ تقريبا دماج لم تتحدث الامم المتحده عن انتهاك حقوق الانسان في منطقه دماج، والتي تم تهجيرها تهجير ابناء منطقه دماج بشكل قسري وبشكل غير انساني، لم تتحدث ايضا عن الانتهاكات في محافظه عمران، لم تتحدث عن الانتهاكات في عدن، لم تتحدث ايضا عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثيه والانقلابيه في محافظه تعز، واخر هذه الجرائم هو اعدام عائله باكملها
زوجها وطفلها أمام أعين الأطفال الآخرين، بالتالي هذه جرائم ترتقي لأن تكون جرائم ضد الإنسانية. لم يتحدث معنا، نقول ونكرر أنه لا يمكن نبرر أي جريمة أو أي انتهاك لحقوق الإنسان سواء من قبل التحالف العربي أو من قبل الأطراف أو من قبل الحكومة، حتى وإن كان هناك انتهاكات سنتحدث بها وندين أي انتهاكات، ونحن نمتلك الشجاعة، لكن نحن نعرف أن الحكومة جاءت من أجل إنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات، جاءت من أجل إنقاذ اليمنيين من انتهاكات الميليشيات التي سطت على الدولة وأصبحت تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين. نعم سيد مختار، يعني نفهم أنه توجه من الأمم المتحدة للضغط على جميع الأطراف من الجانب الحقوقي الإنساني للعودة إلى المفاوضات، أم أنه يعني قد يكون تضليل من خلال وكالاتها، والتي يفترض أن وكالاتها هي أكثر قربا إلى الواقع ولا تقع في تضليل كهذا؟ هو بسبب أن الأمم المتحدة غير متواجدة بأدواتها في الداخل اليمني، وإنما تعتمد على بعض المنظمات، وهذه المنظمات قد تورد معلومات مضللة وقد تجمع جميع الأطراف في بوتقة واحدة. وأيضا بعض الضربات الجوية التي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل التحالف العربي وبعض الأخطاء التي حدثت أيضا جعلت أن الأمم المتحدة تتحرك بوتيرة عالية لإدراج التحالف والإدراج الشرعية والإدراج الجميع في إطار انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الطفولة، مع أنه حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الجميع يتحدث بما فيها وزارة حقوق الإنسان بما فيها الحكومة بما فيها الناشطين، الجميع يتحدث أنه لا يمكن تبرير أي انتهاكات بحق المدنيين، ولكن أن تأتي الأمم المتحدة وتقوم بعمل يعني تصنف الجميع في هذا الإطار ولا تبين الحقيقة وفق إحصائيات ووفق معلومات مؤكدة من الميدان، فهذا أنا أعتبره أنه تضليل للرأي العام، تضليل للمجتمع الدولي، ومحاولة للضغط على الحكومة وكذلك شركائها وحلفائها من أجل إما الجلوس على طاولة المفاوضات أو الدخول بتسوية سياسية كما يراها أو كما تراها الأمم المتحدة وكما تراها الدول الغربية. نعم سيد مختار، وزير حقوق الإنسان اتهم الأمم المتحدة بتدليل الانقلابيين الذين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية، لماذا تقوم الأمم المتحدة بذلك إن صح؟ أخي العزيز، للأسف الشديد هو ليس التدليل فقط في الجانب المساعدات فقط، ولكن التدليل بدأ منذ وقت مبكر. أتذكر وأنا كنت أحد الوفد الإعلامي الذي ذهب إلى الكويت أن الميليشيات الإنقلابية تأخرت لمدة أسبوع عن الحضور إلى الكويت، وأيضا رفضت الدخول بمشاورات إلا بعد أن يتم تعديل جدول الأعمال، وهذا طبعا لم يكن هناك أي موقف من قبل الأمم المتحدة. الميليشيات حتى هذه اللحظة ترفض تطبيق القرار الدولي 2016 وترفض تطبيق كل القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، بالتالي ليست الأمم المتحدة التي تدللهم فقط وإنما الجميع. نحن نتذكر أن المبعوث الدولي لليمن إسماعيل الشيخ أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين، ولكن لم يتحدث أحد ولم يكن هناك موقف صارم. أيضا رفضوا استقبال إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء، وأيضا لم يكن هناك أي موقف صارم من قبل لا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة، بالتالي هناك لو كانت الحكومة الشرعية من عملت كل هذا سيد مختار، هل كان نتوقع أيضا ستتعامل الأمم المتحدة بنفس التعامل، أم أن المسألة تختلف أمام هذه الميليشيات؟ لا المسألة تختلف كليا، فنتذكر أنه حينما رفض رئيس الجمهورية التعامل وكذلك استقبال إسماعيل ولد الشيخ أحمد حينما تم يعني تقديم خارطة الطريق، كانت من وجهة نظر الحكومة أنها تعتبر مكافأة للإنقلابيين وهي إشراكهم في حكومة جديدة وتعيين نائب رئيس جمهورية بصلاحية كاملة، حينما اتخذ الرئيس موقف منهم يعني كانت هناك مواقف صارمة من قبل الأمم المتحدة وكان هناك تنديدات من بعض الدول الغربية وكانت هناك مواقف صارمة ضد الحكومة، بالتالي التعامل بمكيالين لا يخدم القضية اليمنية. نحن نقول أن اليمن لا بد أن يكون التعامل الدولي معها وفق ما تم الاتفاق عليه وفق القرارات الدولية، وإلا تكون هناك ازدواجية المعايير ويتم التعامل مع الحكومة بشكل والتعامل مع الطرف الآخر بشكل آخر وبشكل بالغ التدليل، وليس فقط كما قال وزير حقوق الإنسان أنهم يتعاملون معهم بالتدليل، ولكنهم بالغوا في تدليلهم لدرجة أنهم أصبحوا هم من يشترطون للدخول للمشاورات من عدمها. نعم سيد مختار، الحكومة أيضا طالبت الأمم المتحدة بإعادة تقييم أداء وكالاتها في اليمن، ما هي الملاحظات بالتحديد حول أداء هذه الوكالات؟
هو من ضمن هذه التقييم الأداءات هو التقارير التي يتم تقديمها للأمم المتحدة وأيضا هذه المنظمات التي دعاها رئيس مجلس الوزراء إلى أن تفتح لها فروع في مدينة عدن لكي تكون حاضرة وبقرب من الوضع في اليمن ولا تعتمد على منظمات أخرى قد تكون قريبة للطرف الآخر بل قد تكون هي مدعومة من الطرف الآخر بالتالي تعتمد على معلومات مغلوطة. بالتالي على الأمم المتحدة أن بالفعل تعيد تقييم أدواتها في اليمن وأن تعتمد على معايير حقيقية وشفافة لرفع التقارير والحديث عن حقوق الإنسان وعن الوضع الإنساني في اليمن. نعم، تعتقد ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال كل هذا؟ يعني هل ستكتفي فقط بالتنديد مثلا؟ أعتقد أن الحكومة تتعامل وفق العرف الدبلوماسي المعروف، يعني الحكومة تتعامل باحترام وتتعامل بشكل يعني بشكل جيد مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة وتتعامل مع الأمم المتحدة بشكل خاص بكونها وسيط في الأزمة اليمنية ولا تريد أن تفتح معها أزمة ولا حتى مع المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي ما يزال حتى هذه اللحظة موقفه جيد، موقفه داعم للحكومة الشرعية، موقفه متماسك من الأزمة اليمنية ولم يحدث هناك انشقاقات. حتى روسيا التي لها مواقف أخرى في المنطقة موقفها من الأزمة اليمنية موقف جيد وموقف داعم للشرعية، وتم تعيين مؤخرا سفير للجمهور اليمنية في روسيا الاتحادية. بالتالي المواقف ما تزال جيدة والتعامل الحكومة لا أعتقد أنه سيتم تصعيد الملف اتجاه الأمم المتحدة أو اتجاه المجتمع الدولي، لأنه ليس من صالحنا أن نخوض معركة مع المجتمع الدولي وأن ندخل بإشكالية معهم. الموقف جيد والموقف بشكل عام يعتبر موقف جيد حتى الأمم المتحدة وإن كانت يعني بدأ هناك أزمة، لكن أعتقد أنه سيتم تلافيها عبر الجوانب الدبلوماسية وعبر التواصل المكثف مع الأمم المتحدة. نعم سيد مختار، تكرم بالبقاء معي، سأشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا البراء شيبان الباحث الحقوقي. سيد براء مساء الخير. مساء النور وأهلا وسهلا بك وأهلا بالصديق مختار. أهلا بك سيد براء. إذن ما تقييمك لتعامل الأمم المتحدة للملف الحقوقي في اليمن في ظل الاتهامات الموجهة لها بتسييس هذا الملف؟ نعم، أنا أعتقد أنه أولا إذا حاولنا أن نطرح النقاط على الحروف، أس الأزمة هي أنه الأمم المتحدة ببساطة لا زالت مكاتبها الرئيسية داخل صنعاء، هذا هو أس الأزمة. وصنعاء هي لا زالت حتى هذه اللحظة مسجلات لدى كل البعثات الدبلوماسية أنها عاصمة الجمهورية اليمنية. الحكومة اليمنية متواجدة جزئيا في عدن، وأنا أقول جزئيا لأنها حقيقة غير متواجدة بشكل دائم ومستدام يسمح لكل البعثات أن تنتقل إلى داخل عدن. فأصبحت هذه الازدواجية موجودة ووجهت مثل هذه الاتهامات أن الأمم المتحدة تتعامل مع أطراف تعتبر غير رسمية وغير 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 شرعية. بالنسبة للبعثات الدبلوماسية طبعا كل يعني الحكومة اليمنية الحكومة الشرعية هي التي لديها بعثات في كل عواصم العالم وليسوا الانقلابيين. فبالنسبة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي تقول ببساطة أنها يجب أن تتعامل مع الواقع المفروض عليها في الأرض وتحصر التمثيل الدبلوماسي والتعامل الدبلوماسي مع الحكومة اليمنية. ولكن أنا أقول مرة أخرى، السبب كل هذه الأزمة أن جماعة الحوثي أدركت معادلة مهمة، أن المجتمع الدولي يتعاطى مع التغيرات والمعطيات حسب المتغيرات على أرض الواقع. فإذا تمكنوا من تغيير الواقع على الأرض على الميدان سيضطر المجتمع الدولي للتعامل معهم. الإشكالية من ناحية أخرى أن الحكومة اليمنية لا زالت تحاول أن تنتزع شرعيتها من قبل المجتمع الدولي وليس من تواجدها على الأرض، وهنا المفارقة الأساسية. فحتى المجتمع الدولي الذي لا يحب التعامل، وأنا أقول لك أعطيك بعض المعلومات، الأمم المتحدة اليوم لا تستطيع أن تعقد حتى ورشة عمل واحدة داخل صنعاء بدون إذن أعلى سلطة داخل حكومة الانقلاب داخل صنعاء. هم يواجهوا تحديات كبيرة، ولكن برغم كل هذه التحديات
يقول بكل بساطة هذا هو الطرف المتواجد على الأرض ولا نستطيع أن نترك فجأة ونخلي كل مكاتب الأمم المتحدة فجأة. نعم، لكن الطرف الآخر هو دائما ما نسمع مناشدات إلى منظمات الأمم المتحدة ب يعني فتح مكاتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، وأيضا هناك تواجد جزء كبير من الحكومة موجود في العاصمة المؤقتة، ومع ذلك لا توجد أي استجابة من قبل هذه الوكالات والمنظمات. شوف، الحكومة اليمنية إلى هذه اللحظة تقول عن عدن أنها العاصمة المؤقتة، معناتها أنها حالة مؤقتة ثم ستنتقل بمجرد أن تكون هناك أي تسوية سياسية أو أي حل للأزمة. نعم، ستنتقل إلى صنعاء، معناتها أنه ليس من المجدي أن تقوم كل البعثات والمكاتب الأمم المتحدة بالانتقال فجأة إلى عدن. النقطة الثانية والمهمة، ليس هناك شعور بالإطمئنان. يعني أنا شخصيا كمواطن كم مرة قلنا أن الحكومة عادت ثم فجأة تنتقل فجأة إلى الرياض، لكن هذه المنظمات هذه ترتبط بشكل رئيسي مع العاصمة أم مع الحكومة أو الجهة الشرعية التي تمثل البلد؟ مسجلة لا زالت إلى هذه اللحظة هي صنعاء ليست عدن. عدن تعلن الحكومة أنها عاصمة مؤقتة، ومعناتها أنها عاصمة مؤقتة معناتها أنك تخطط في العودة إلى صنعاء. نعم، هذه حالة مؤقتة، معناتها أنك في أفضل الأحوال تطالبهم بإيجاد ممثل مؤقت أو تمثيل جزئي، ليس تمثيل كامل مثل ما أنت متواجد بالكامل داخل عاصمتك داخل اليمن. نعم، إذن ابقى معي سيد براء. أعود بسؤال أخير للسيد مختار الرحبي. سيد مختار، هناك دعوات كثيرة ومناشدات من الحكومة للوكالات التابعة للأمم المتحدة وأيضا المنظمات في صنعاء للتواجد وفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن. نسمع عن هذه المناشدات لكن لا نعرف مدى الاستجابة وما هي أسباب التمنع. هم طبعا الأسباب التي يقولون عنها هو بسبب الوضع الأمني في مدينة عدن وأنه في حال تحسن الوضع الأمني في مدينة عدن، لكن هناك تعهدات بتأمين الحماية الكاملة للمقرات إذا ما تم عملية فتح المكاتب، وهذا طبعا ما تم مناقشته في الفترة الأخيرة مع الأمم المتحدة، وهناك وعود يعني قاطعة من قبل الأمم المتحدة أن يتم لها مكاتب في العاصمة المؤقتة عدن، و أعتقد أنه تجرى هناك تجهيزات لافتتاح مكاتب لها خلال الفترة القادمة، وهذا ما نتمناه لكي يكون هناك توازن سواء من خلال التقارير أو من خلال الحضور الميداني لهيئات الأمم المتحدة في اليمن، وهذا سيحسن أيضا من صورة الحكومة الشرعية المتواجدة داخل مدينة عدن، لأن التقارير دائما ما تتحدث أن الحكومة غير متواجدة وأن هناك الوضع أمني غير مستقر، وهذا طبعا مبالغ فيه. الوضع في مدينة عدن تحسن، ورئيس الوزراء له تقريبا 6 أشهر وهو متواجد في مدينة عدن، حتى إذا خرج يخرج زيارات بسيطة ويعود، وهذا طبعا انعكس على الوضع الأمني وانعكس على تواجد الحكومة وتواجد مؤسسات الدولة داخل مدينة عدن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الأردن. أعود لضيفي الآخر سيد البراء شيبان. سيد البراء، وزير حقوق الإنسان أو الوزارة بشكل عام تقول إنها لم تتلقى أي دعم من الأمم المتحدة سوى دورة تدريبية فقط، يعني هنا لماذا تتعامل الأمم المتحدة بهذا التجاهل مع تجاه الحكومة الشرعية؟ نعم، بالنسبة أولا يعني أنت إذا حتى رأيت تقارير الأمم المتحدة هي لا زالت تشير إلى الحكومة باللفظ، يعني يقول حكومة المنفى، أي لا زالت تعامل أنها حكومة في المنفى وليست حكومة متواجدة على الأرض. نعم، وعادة هذا يضع يعني الكثير من الحدود لمدى تعاطي المنظمات. إلى هذه اللحظة ليست فقط أعتقد إلا منظمة الغذاء العالمي هي الوحيدة التي الآن أعلنت أنها سوف تبدأ بفتح مكتب داخل عدن، ولكن يمكن أن يبنى على ذلك إذا أرادت الحكومة فعليا أن يتم فتح كل المكاتب داخل العاصمة المؤقتة عدن. النقطة الثانية والمهمة، نحن إذا رأينا كم هي أصلا ميزانية الأمم المتحدة وكم تصرف منها للمساعدات، الحكومة اليمنية تنفق أضعاف مضاعفة، يعني هي بطبيعة الحال
عمليا هي ليست بحاجة لدعم الأمم المتحدة إلا مثلا فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية السريعة المباشرة التي تكون مثلا في المناطق التي هي الأكثر تضررا. لدى الأمم المتحدة بعض الأحيان إمكانية أنها تزود مساعدات بشكل سريع، ولكن ما يتعلق بمؤسسات الدولة الأمم المتحدة ليست معني بدعمها. الحكومة اليمنية وحلفائها هم المعنيين بالدرجة الأولى. الحكومة اليمنية ميزانيتها أضعاف مضاعف الأمم المتحدة، وتستطيع لو هناك فقط ضبط للعملية وليس هناك فساد مستشري، أنا أؤكد لك 100% لا تحتاج اليمن، وعلى الأقل أنها تحتاج بالحد الأدنى لدعم الأمم المتحدة، ولا تحتاج كل هذا الدعم، ولا نحتاج أن نتسول في كل دول العالم أننا بحاجة مساعدات وأن الوضع بهذا السوء. ولكن بسبب عدم ثقة المؤسسات الدولية بالنظام المحاسبة والمراقبة داخل أجهزة الدولة، عدم ثقتهم بالحكومة اليمنية ووجوديتها وكفاءتها، وهذا أمر طبعا متراكم منذ أيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جعل أن هناك اعتمادية واتكالية أكبر على دور المنظمات الإغاثية وعدم إكفال المسألة إلى الحكومة اليمنية. في الأخير الحكومة اليمنية هي من تستطيع فعلا أن تحل المشكلة على الأرض، ليست المؤسسات قد تستجيب فقط بشكل جزئي، وهذه هي النقطة الأساسية. الجماعة الحوثي أدركت أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيضطر للتعامل معها إذا ما فرضوا واقعا على الأرض. أنا الحكومة اليمنية أن تتعامل بنفس الطريقة، وتدرك أنها إذا استطاعت أن تحقق مكاسب على الأرض، نعم، هي من ستجبر الآخرين على التعامل معها. نعم سيد براء، كيف يمكن تقييم أداء الحكومة الشرعية والتحالف والأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف الحقوقي في اليمن بشكل عام؟ طبعا الأداء هو لا يزال، يعني الملف الحقوقي بسبب طبيعه المرحله هو مسيس بشكل كبير، والواقع الحرب يعكس على الأداء بشكل مباشر. يعني مره اخرى الجهود، مثلا وزير حقوق الانسان متقدمة كثير عما كانت عليه في الوضع في السابق، ولكن مرة أخرى أنا أقول الأمم المتحدة هي أدوات للضغط. يعني أنت ممكن أن بالأدوات الدبلوماسية والأدوات الحقوقية الصحيحة، مثلا التحركات التي يقوم بها وزير حقوق الإنسان، قد يستخدم أدوات الأمم المتحدة للضغط، ولكن هي ليست أدوات تنفيذ، لا تملك قدرة للتنفيذ. قد تستطيع أن تضغط بعض الأحيان على أجهزة، تستطيع أن تضغط على حكومات، ولكن ليس لديها قدرة التنفيذ. دائما الجانب الحقوقي تحتاج إرادة سياسية نابعة من الداخل اليمني، وهذا هو المهم. نعم سيد برا، ما تقييمك أو تعليقك على المساواة الأمم المتحدة ما بين الشرعية وأيضا الانقلاب في تقاريرها، بل وأيضا تجاهل تام لفكرة الانقلاب من خلال هذه التقارير؟ طبعا المسألة هي تراكمت. في البداية الأمر أنا أذكر أنه كانت معظم البعثات الأمم المتحدة داخل صنعاء في البداية رفضوا التعامل مع الانقلابيين، بل أنا أذكر في بداية الانقلاب حتى بعد تدخل عاصف ذو الحزم كان هناك دعوة من قبل الجنيد، وهو كان يعمل في رئاسة الجمهورية وقتها، من طرف الانقلابيين حاول أن يستدعي مكاتب الأمم المتحدة، ورفضت معظمها التجاوب معه كونه لا يمثل جهة شرعية. ولكن مع طول مدة الحرب ارتاع كثير أنه فعلا أنهم قد يكونوا في المستقبل مضطرين للتعامل مع هذه الجهة، وأن الحكومة اليمنية وضعها غير ثابت، لا يعلمون كانت ستستمر، هل هي ستعود، ما هي الحالة بالضبط. النقطة الثانية أن سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء هي النقطة المحورية التي جعلت في الأخير يقولوا حتى في أسوأ الأحوال نحن لدينا سلطتين موجودة داخل بلد واحد، لديك سلطة داخل عدن ولديك سلطة داخل صنعاء، وهذا الوضع قد يطول، نحن لا نعلم إلى أي مدى سوف يستمر الوضع على، لكن هم يدركون أن إحدى السلطات هذه معترف بها دوليا. نعم، ولذلك هم الحكومة اليمنية هي الوحيدة التي لديها بعثات في كل دول العالم، ومع ذلك لم تلقي الاعتراف الكامل منهم.
لا هي لديها اعتراف كان. من الذي قال ان الحكومه اليمنيه ليس لديها اعتراف؟ الامم المتحده في تعامل الامم المتحده مع الحكومه اليمنيه هناك تتعامل. الامم المتحده انا اؤكد لك الان الحكومه اليمنيه التي لديها ممثل داخل الامم المتحده ليس الحوثيين. وهذه المشكله الاساسيه. اننا نرمي دائما بالمشاكل وضعف هذه الحكومه نرميها على الامم المتحده. الامم المتحده ليس يعني اليوم الامم المتحده على كل المستويات في كل الازمات التي تشهدها المنطقة أداءها ضعيف. الحكومة اليمنية يجب أن لا تستجدي بهذه الطريقة. أننا نحاول أن ننتزع شرعيتنا من قبل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي مؤسسات إغاثية، يعني عبارة عن منظمات تعمل داخل البلد وتتعاطى مع الأمر الواقع. من يستطيع أن يغير المسألة على الأرض؟ مرة أخرى دور الحكومة والتحالف هو المحوري، هو الجوهري في تغيير هذه المعادلة وهذه الحالة المختلة داخل البلد. نعم، فيما يتعلق في تقرير الأمم المتحدة التي تحدثت فيه عن قتل الأطفال ومن ثم صنفت التحالف والحكومة الشرعية، هل المشكلة في عدم تصنيف الانقلاب أم أنها يعني هناك يعني مبالغة في مسألة اتهام التحالف العربي وأيضا الحكومة؟ طبعاً المسألة صح أن لديها جانب مسيس، ولكن هذا غير صحيح أنها لم تتهم الانقلابيين. الانقلابيين متهمين منذ في تقرير 2015 و2016 وفي تقريرها هذا العام. ولكن لأن التحالف تعتبر تشكيلة من دول رسمية ومؤسسات رسمية سلط الضوء عليها أكثر، ولكن تحالف الحوثيين والصالح مذكورين بالاسم أنهم في هذه نعم، لكن بالنسبة لتصنيف التحالف والحكومة هل مبالغ في هذا الأمر؟ والله يعني هم على حسب تقديراتهم أن هناك الكثير من الضحايا تسبب فيها التحالف والحكومة اليمنية. طبعا هذا أمر واقع، نحن لا يمكن أن ننكره حتى من جانب حقوقي. وأعتقد أن حتى هذا المبعوث عفوا الأمين العام للأمم المتحدة أرتاه أنه ممكن أن يضغط على التحالف. وهنا السبب عندما نرى أن هذه الحالة مختلة، السبب أنه يستطيع الضغط على دول عندما تكون هيئات رسمية، لكن دائما يكونوا عاجزين عندما تكون الطرف الذي يتعامل معه هم انقلابيين جماعات ميليشيات. نعم. لا تستطيع أن تضبطها بالقانون الدولي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الباحث الحقوقي البرا شيبان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي أيضا، كان معنا سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام من الأردن، شكرا جزيلا له. وأيضا ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.